مرحبا بابارازي. عسلامة هادي. عسلامة. مرحبا رانيا. مرحبا رانيا. 24 مارس 2019، كلمك رجل أعمال تونسي معروف، اقترح عليك تكون سفيرة الماركة معروفة برشا. أنت فرحت وقلت العقد هذا بشي بدل حياتي. المقابلة الأولى تصير في بيرو، تحديدا في البحيرة، وتعديت بسلام. المقابلة الثانية تتعدى في بيرو في الشرقية، لكن المقابلة ما تصيرش بسلام. تنجمش تقولنا شنية الحاجة اللي صارت واللي عمرك ما تخيلت انها تصير؟ نجمش تقول لي انتي كنتي تعرف عاد كمل. انا لطفتها، ما حبيتش نقول لك شنية لقاتك تعمل مرتو كي دخلت عليكم. شو ما نسمح لك جملة جملة انك تحكي معايا بالفاسون هذية، اوكي؟ جاوب. ما نسمح لك جملة. ها باش نجاوب بينا تسخيني خايفة منك معناها؟ كي ترعش بكلك مازالك الاسئلة. مانيش نرعش علي تسخيني خايفة منك؟ تسخيني خايفة منك معناها انا؟ ما تحاولش تهرب من السؤال. لا مانيش هربة منه سؤال. أما لفاسون متاعك كيفاش تبدأ تسرد في الأحداث ماذا بيك تلطفها شوية، على خطر عيب بنيت عائلات قدامك احنا راهو معناها مانيش جايين من الشارع. شنو الموقف اللي في شنو هذا؟ شنية الكلمة اللي ما عجبتكش خلينا نحيوها؟ بون أنا ما تنحي حتى شيء، ما نخاف من حتى شيء، يعني باش نحكي الحكاية. أون فيت هي سيتي أون مارك معروفة بالكدا، أون مارك انترناسيونال. تاعك راهب. اش قلت لي؟ تاعك راهب. تاعك راهب. شكون هذا؟ شكونك انت؟ شكونك انت؟ شكون؟ مش مهم، مش مهم، مش مهم. حاسي لو ماركه نتاع كراب معروفه، وكنت انا اول يمكن اول طفله واول معناها وجه معروف في تونس كنت باش نمثل الماركه هذيا. فرحت برشا كي جاني التليفون من الاسيستانت نتاعو وقالت لي راك باش تجي عندك ان رونديفو. مشيت المقابله الاولى. دونك فرح بيا مولا شريكة، إنسان محترم، إنسان معروف، عمدة فيغ كبير بالكدا. قال لي هكا وهكا وهكا، وراك باش تخدم معانا على عام كامل، وكان سافا باش نعملوا كونترا على 5 عام. العرض يغري على الآخر، حاجة فرحت بها على الآخر، وكانت باش تبدل حياتي. ما راعني إلا المرة الثانية في الرونديفو الثاني اللي وقت اللي باش نصحوا الكونترا، تهد علينا مرتو. عملت لنا سكاندال وتعيط وتصيح وتعمل وش مجيبه يذيهوني ولا ما نشكي بيك. قلت لها يا مدام فيش باش تشكي بيا، معناها رانا نخدمه معناها. وبديت تصيح وتعيط وتقطع في شعرها وتضرب في وجهها، قلبت الدنيا. والراجل اللي ساكت ما قام يعمل مسكين، سخفني في الاخر بكل. انا قلت لها راني ما نتيحش للمستوى نتاعك، على خاطر راني اخر حاجه نتخيلها انه عبد باش يعمل لي سكاندال هذايا. هزيت روحي، جيت خارجه تشدني معناها شعر اللي ضربتني، تشدني شعر اللي طيحتني، خرجت من غاديكا على اساس رانيا ما فماش دخان من غير نار. المراه هذيا ما تنجمش تكون وحدها من تلقاء نفسها جات للبيرو باش تعمل العركه هذه الكل لو ما فماش مؤشرات. خان كمل لك انا الراجل من بعد كلمني واعتذر لي وقال لي جو سوي ديزولي، راي الله غالب مرتي هيستيريك وراي مغياره ياسر. ودايوغ قال لي ما عرفش كيفاش عرفت. قال لي اون فيت هما فما برشا تابعينها في السوسيتي نتاعي، وديجا هي اللي تعملوا في لي زونتروتيان وهي اللي تختار له لي اسيستونت نتاعو. قال لي راي مريضه بالغيره وبامال دو فوا وين تسمع بيا باش ندخل معناها وجه معروف باش معناها باش يكون السفير نتاع الماركه نتاعي، تعمل هكا معناها تعمل لي كريز نتاعها هذيا. المره هذيا قال لي قلت هكا خل معناها تجي من وراها. بعد في الاخر بكل عملت هي هذا كل، انا تصدمت. قال لي انا مشيت نشكي بعدها، معناها مشيت سي بون باش نقدم شكايه، خاطر انا ما نحبش معناها ابخي تو هي كاني تهمتني لي انا اللي باش نسالها في راجلها ولا باش نفكوا لها. راجلك عندك نتاعك خايتي ما نمسوش معناها. لكن هي غالطه كيف شكيت، علاش بطلت الشكايه نتاعك وجبتها؟ جبتها على خاطر الراجل كلمني لحلح ويعاود. وقداش عطاك؟ نعم شنيا؟ قداش عطاك باش تنازلت؟ نجم نطلع له نعطي كف. شنو نعمل لك؟ العنف ممنوع. شنو؟ انا عمري ما عنفت عبدة، ما فريمون انت انسان مستفز ياسر وعيب اللي تحكي فيه، خاطر انا توي ظلي باش نشكي بك انت.
اوكي على خاطر كي تحكي هكايا ماني سلعه انا راني باش نتباع وباش نشري كان عيني باش ندخل للسكه هذايا راني دخلت لها عندي 200 سنه وراني طاب باليوت نتاعي سافا اشكي بيا ومن بعد قول لي قداش نعطيك باش تتنازل ليه 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 رانيا جميل لافي ودي الحكايه غلطه على الاخر وراس بابا الراجل يلحلح ويعاود امان قال لي ما نحبش فضايح راني معروف راي مرتي معروفه هو راهو ما اسمهاش بيعان نفس اسمها مساومات يقول لك انا فك عليا من الفضيحه لانه لو الحكايه هذه خرجت وهذا قضاء وناس باش تسمع ومحاكم باش تولي قد تتاثر الماركه اللي عنده والله والله شو يقول لك يقول لك انا خليني انا نرضيها على الاقل والعقد مشى ضيع عليك فرصه هو كيفاش هو كيفاش باش يعطيني فلوس وهي مرته تحكم غادي معناها هي مرته تبدا في بالها بكل شيء معناها هي راي معناها حسب ما يحكي لي قال لي راي متبعتني في كل شيء معناها من فيق بها مره عملت له جي بي اس في الكهرباء ما استي مريضه هاوي فضفض لك هو مريضه هو ليه هو وقتها حب يقول لي معناها نحي الشكايه خاطر انا كبشت قلت له ليه راني باش نشكي جو سوي ديزولي وكل حكي لي قال لي راي مرضتني بالحق راني بالحق ديما اون ديزاكور معاه على الحكايه هذه معناها حسبي الله ونعم الوكيل الواحد هذاك شو يقول وربي زاد يقول ما رضاء الله الا برضاء الوالدين بالطبيعة بيان سور انت رانيا والديك راضين عليك الحمد لله بيان سور انت ديما تحكي على امك وبوك عمي والبوك عمل عملية والاطباء اضطروا انهم يقصوا له ساقه بسم الله انت وعدتوا انك العام هذا تركب له بروتيز في السيف لكن في اخر دقيقة تجبد بيه وما يعملش العملية بيه بعد ما تقصت ساقو بيان سور يلزم الجرح يبرى ويلزمو يعمل بروتيز باش ينجم يمشي عليها انا وعدت وقلت له وقتها عام سنه قلت له صيف سنه نخلص ونرجع لكلام كي خاطر هما ما يعرفوش احنا باش لين نتعداو قلت له نخلص ونخلص لك معناها البروتيز من غير ما انت تعب روحك فهمت ومن بعد رجعت لك ما رجعتش ربي معاك اما انا راني بوغ موا حاجه حبيت نعملها له بعد اللي عملوا معايا ذاك الكل وموا هو كي يبدا عنده مشكله معناها توا المشكله الكبيره اللي صارت له في حياته هي ساقه حبيت نفرحه مي فينا المهم ما خلصتش وما عنديش فلوس باش نعملها له هذاك علاش اما عمليته بروشين مو باش تتعمل وهو زاد موش محقوق ليا معناها على الاخر مانيش نسيسيو معناها بابا كان اكس بانكيجي ماهوش يسخف معناها اما حبيت انت تثبت له انه انا صحيت. بنتك نعمل لك حاجه ليك انت اللي هي تفرحك اللي هي اما الظروف ما واتيتش اما هو عمره ما يعيب عليا بالعكس قلت كان ناخذ في مصروفي من عنده طب. لحظه برك لو خلصت في فلوسك اللي تحبهم من عند الناس اول حاجه نعملها البروتيز نتاع بابا توا لو في اللحظه هذه خلصت في فلوسك اللي كنت تنجم بالفلوس هذوما تعملوا العمليه بيان سور هي بروتيز نشري له بروتيز مدهم له كل الفلوس وكنت باش ناخذ له هذيك اش يقولوا لها تريسيكل ولا تريسيكل ولا هذيك كنت باش ناخذ له باش ما عادش يقعد يتنقل في كهرباء مانويل باش ينجم يتحرك على راحته وكان حبيت نعمل برشا حاجات اخرى حبيت نشري دار جديد حبيت نعمل برشا حاجات خاطر دارنا كاتخيم ايتاج ما عادش ينجم يطلع كا ولا غالب العين بصيره واليد قصيره قال المصري والسهريات والقعدات اولى في الصيف علاش نصر بفلوسك انا لا اما بالفلوس اللي كنت تنجم تعمل بهم العمليه البوك سامحني انا كي نمشي غاديك اولا كي نمشي نصر امي وبابا في بالهم اللي انا نخرج نصر معناها ما هيش حاجه انت مطالبه تبرر له على شنو صحيح ما فهمتش علي استنى الساعه بالحق ما فهمتش علي نبرر لك معناها لي انا ونخرج كي الناس الكل كيما اي سيف وامي تخرج معايا زيد معناها نخرجها ونهزها لليزوتيل ونحوس بها اللي يحب الفلوس والمظاهر شنو نسميوه امان بربي ساسوفي بربي 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 بالحق يزيك عطيتك اكثر من وقتك يا زيز بالحق بالحق سؤال توا اي سؤال توا باش تقولوا انا راني مانيش نجاوبك عليه كامل على روحك مانيش نسمع فيك موزيكا بربي الاولاد قول لي علاش انت قبل ما تشوفك عينيا عمري ضايع يحسبوا ازاي عليا والله ما انت والله غلبه ما انت
معناتها خرجك من عقلك في الاخر. وترني 2016 رانيا تومي كنت تخدم عريضة أزياء وكنت على علاقة بسيناريست ماهوش معروف في تونس حتى البرا ماهوش معروف جملة. لكن وقت اللي يوقف على الخدمة وما عادش عنده فلوس قررت انك تبعد عليه. اليوم الراجل هذا هو من أحسن الممثلين الشبان في تونس. اليوم عندك الجرأة تقولنا شكون الممثل اللي كنت على علاقة به واكتشف نهار من هارات انك طماعة او تحب المظاهر. والله يضحك والله والله الضحك علخ. ننسوا ال حكي حكيته أمان قديش يحكي في حكيت غالطة. صلحني. أمان أنت باباراتزي نورمال. ليه ليه وعلي نصلح لك؟ شكونك أنت بابا أمي شكون خويا باش نصلح لك؟ شكونك أنت علاقة 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 جملة واحدة علاقة. أعطيني صحيح. والله باش نجيبك أنت هيجي على خاطر وترني خاطر ما نحبش العبيد ياخذ عليا زاد كومين فكرة هكا كما قال هو طماعة وماترياليست وذاك الكل. ليه قد تكون عقلانية تخمم بعقلك. ألوغ باهي هو أوكي كان سيناريست وكل ما كانتش علاقة راه. كان هو حب يتقرب لي شوية بديت شوية هكا شوية استلطاف كما احنا نقولوا. هكا من بعد اكتشفت إنه إنسان ألكوليك ما يصحاش صبيح من الصبيح لليل هو معناها حاشيكم يشرب من الصبيح لليل. يلزمك تصرف عليه؟ لا مش نصرف عليه ليه عمر لا طلب الحق نتاع ربي إني باش نصرف عليه. لازم يبطل باش يصرف عليه. ليه 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 ليه؟ يا مامان والله كثر الهم يضحك. ليه ليه هو كان سافا معناها عيشته سافا كان عادي وما كنتش ما كانتش غولاشون راهي معناها من با استلطاف كيما نتعرفوا على بعضنا. بعد مره من مرات في موقف ما عجبنيش قاعدين في بلاصه جي شكون سلم عليا وتصرف بالخايب على الاخر وحب يضربني معناها كل هكا كل يشرع عليا فهمت. هكا قلت له بابا حدك غادي اوب ارجع امشي وارجع هاديك. ومن بعد هو بزهري انا من بعد هو طلع معناها ولا ممثل معروف ما نجمش نقول اسمه على خاطر خصوصيات. مادام قلت الكوليك تو ما عادش تقول اسمه. صحيت صحيت. ولا معروف ولا حلاقي في عينك وحبيت ترجع له. واه وقتيه لا لا والله غلط. قلك وقتيش؟ من ثاني نهار في رمضان هو مثل في مسلسل معروف كنت حب حتى تنقول لك اسمه. استنى استنى معناها سامحني زملاء احنا نسميو في بعضنا ما سامحني ما نورمال مش زملاء قعدنا اصحاب رانا قعدت شحن الطريقة اللي كنت تحكي بها كاينك ما عادش تحكي معاه جملة وماذا بيك ما عادش تراه. نعم اما تبعث له مساج تقول له محليك وعجبني في الدور وقتاش نتقابلوا نعملوا قهوة هوني فما كاينك تحب ترجع له. والله شفت لكن عجبني في حاجة هو اللي هو طفيك. ليه ما طفينيش؟ طفيك وما تقابلتوش. ليه ما تقابلنيش خاطر ما فهميش حكيت القهوة ديجا. احنا قعدنا رمضانك مبروك عيدك مبروك كيما أصحاب معناها شنو باش نعمل معناها نقطعوا جملة كي نشوف في الشارع ندور وجهي ما عمل لي شيء هو بخيتو هذيك حياته وربي معاه. أما وقت اللي شفته في الدورة هذيا وقلت له إن شاء الله مبروك ويعطيك الصحة ومحليك وشجعته كيما أي عبد كي نشوفه قدم في حياته وشجعته. هكا ما فهميش منها القهوة ما فهميش منها الجملة حبينا نرجعوا وأصلا أنا في رمضان كان عندي شكون. معناها ما كنت عندي شكون في حياتي معناها كيفاش هذاك علاش انا باش نسمي اسمه لا لا شكون الممثل لا لا اما نوقفوا عند حد وهيجي لا 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 سي بون سي بون ما تسميش اسمه وما تعطي حتى مؤشر. رانيا وعلى السعدي قل لي كرهتوا اسمي انا اليوم كرهتوا اسمي بنروح نعطيك حق تاكسي اش تحب معناها انا ما نطلعش في التاكسي. اه والله والله هوني انت زدت كرهت العبيد فيك خاطر الشعب التونسي كل يركب في التاكسي تشبيه التاكسي محلاها صفحه هو راهو الشعب التونسي الكل يكره هاك انت ما عادش تطلع فيها التاكسي خاطر شريت كره. لا على خاطر عندك فوبيا من التاكسي نسيتها. قلنا شنو صار عام 2015 في ديسمبر في نهار مع الاربع متاع العشية وانتي ماشية تقيس في روبا باش تعمل بها شوتينج. شو بكيني والله ما مش ديسمبر ساعة
مش ديسمبر ساعه جانفي دو ان ما تهمنيش ديسمبر جانفي حكينا شو اصلا ليه معناها كي انت كي تعطي معلومات بربي امان البريسيزيون باهي راه معناها كي تعطي دي ديتاي باهيين صحاح فهمت ملا كي خذيتها من المنار شنو صار وين البلفدير شنو هي هل باهي وقت عندي اسياج معناها كان عندي شوتينغ وعندي اسياج في الميتويل فيل ايه من المنار ميتويل فيل معناها نجم نمشي على القنطره ونهبطوا غادي كاسي بون نوصلوا عمل بيا دوره كامله وين امان هو قل عليه ولا بليس عرفتوا بليس كلي هكا كلي انت تقول له خويا امان راك غلط وعمل هكا خويا من راه مش مدنا يمشي بالفيدير وبعد خاني في تخاخل ما فهمتهمش ويمشي راني خفت راني نقرا في القران امان قلت له شنو تحب فلوس تليفون اي حاجه وقفني من الدرجه هذه والله ما نحكي حتى شيء وهو عرفت انا ما فهمتش شنو هي الرياكسيون اللي نجم نعملها شديت التليفون قلت نبعث ميساج يغزر لي هكا يغزر التليفون وانا خايفه وليت نهبط في التليفون راهو صار فيا وهو عرفتك اللي عرفتك الغزره اللي نتاع انا راني باش نعملك عمله ما فيش ثالث راني يا باش نختصبك يا باش نقتلك فما حل من الاثنين يا باش تختصبني يا باش تقتلني ما نغزر في غزره بليس شيطان هكا عامل اكاو تو دان كو كي هو قاعد يمشي فما عبيد ابارامون عاملين كامبينغ غاديكا ولا كي حس العبيد هكايا وانا كي بديت نصيح خاطر وليت ما عادش خايفه فما عبيد وكل هو قاعد يزرب يجري 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 حالت باب الكهرباء وهبط في السرعه هذيك الكل رميت روحي ترذرت بكلي وكاو ما قلتهاش وعلاش هكا معناها امي تتفرج في الدار وبابا يتفرج عمرهم عندها قداش الحكايه 6 سنين عمرهم ولا 5 سنين عمرهم في حياتهم وعمرهم لا سمعوها روحت مرذر للدار وقلت لهم تحت باش غيان كو خاطر انا كنت نحب خدمتي خاف ما تقول لي لي بطل مال ما عادش تخدم ماكينه معناتها حليت الباب وهبط كلي مرذرذا كيجي والعبيد فما شكون خذي الماتريكول كل واحد عرفت شو عملنا قلت لهم حب نروح هكا روحوا بيا نسيد فعلا السيد هذا معناتها ماهوش ماكش تتوهم انه ما دام موقفش وقت اللي ماشي للبلفيدير الفوق راهو احنا ميتويل فيل ما بعيده معناها على بعضها الحكايه وما وقفش وانا لحلح بيه وهو لحب شكيت مشكيتش ما نشكيش انا خاف ما نعرفش صغيره وقتها ما نعرفش 24 سنه عمري 23 سنه نخاف تخيل انت نعمل سونتر فيل منال على سقاي وما ناخذش تاكسي بلوتو وليت لك عقده وليت لي عقده وليت نخاف نقول لي يمشيش يهزني يعمل لي حاجه يتصير لي حكي اما خلينا نقولوا انه هذيا معناتها استثناء معناتها يصير انا فما عندي استثناء معناتها فما تاكسيات باهين وفما بيان اكيد لا عندي بالعكس فما عندي بالعكس فما برشا تاكسيستيه ديجا محليهم وعندي نوامرهم ومحليهم معناها يعني عبيد تخدم على رويحها ونستحقهم نلقاهم في الصيف اللي تعدى صيف 2020 بعد سهره من سهراتك قررت من سهراتي قررت انك تمشي تبيت بحدا صاحبتك اللي تسكن في حدائق كرتاج ماك تحب تحديدا في الطابق السادس فكرتها لكن المشي على ما يبدو محذرت لها على خاطر كيف قمت الصباح قمت قبل الناس الكل وقبل ما يفيقوا الناس خرجت اما ما خرجتش يدك فارغه عندك الجرأة اليوم تقولنا شنو اللي هزيتو او بالاحرى شنو اللي سرقتو من دار صاحبتك انت شنو تحب توصل معناه انت شنو تحب توصل معناه للشعب والمجتمع شنو تحب توصل للمتلقي للمشاهد اللي يتفرج فينا انا سرقه وغداره سافا مرتاح انت هكا سي بون محلي كيف تستعرف سي بون والله اللي مبردت لك على قلبك ايه اولا انا الموضوع ما نحبش نحكي فيه جمله اوكي هي صاحبتي ومشيت بحذاها وكل شيء اما هزيت حاجه نتاعي هي هزت لي حاجه هزيت حاجتين مش حاجه لا حاجه واحده شنو باهي واضح سي بون شنو القلقاله هذي شنو هذا سي بون انصرف بر ها كهو بر شنو هذا يعطيك كسره فك اليد سي كوا سا مش من قلبها
الموضوع الاخراني يوترك؟ خاطر مش هكا، خاطر انا بالعكس ما حبيتش نوجعها الطفله، على خاطر هي زيت لي حاجه عزيزه عليها على الاخر، حشمت حتى باش قالوا لها راك هزيتها لي، كي لقيتها هزيتها معايا، خاطرها متاعي. اما هي هو منين عرف هذا؟ معناتها استرجعت مسروق. هو منين عرف هذا؟ والمسروق هذا شنو هو؟ حاجه غاليه عليا ما نجمش نقول. به واضح. وكها. واضح.